بين العصر والمغرب مرت لما تخيالي مرت لما تخيالي وعرفت متر واللي يفي لانها زوقه وميالي لانها زوقه وميالي خير شنو عرس؟ يا هلا يا هلا بالطيب كله اختي الغاليه هلا طروقي شلون سلوى؟ طروقي؟ لا 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 بعد لا تفوترين تعبي اخوك يتعب من الصبح لليل على مود هذا اللغب هاي طروقي؟ شنو بلبول طروقي؟ بشه؟ منك ومن سوالفك طروقي يعني انا في دور اروح لهاز شاربك اقول انه باقت كراف تفضل انا براحت ليش واربي بابا انا طارق فشقه الكل بالدير يعرفوني طارق فشقه تدرين ايش قد تعبنا انا وهاي الزوقه هاي يلا لميت هذا اللغب انت تفكر ليش يصيحوا لي طارق فشقه؟ شنو فشقه بيبي؟ لا بابا ايش قد ما امشي سرعه على متر في مثل الفشقه طارق صاحوا لي طارق فشقه طارق خلينا نسولف ايش السالفه فد مره رايحين انا وهاي الزوقه هاي طالعين برا وشفنا حمود باميه يا حمود طارق طارق خليني اسولف ترى انا خيتك خابوستك وعاينتك هاي تسطر اخذ غير بكان قول ايش عندك من شغل؟ الف شغل انا عندي بالبيت نعم الله عليك يعني قاعد تكذب عليك انا يعني طارق فيش قاعد يكذب؟ لا ما يكذب، دي سولف والله ايش عندك؟ يعني شو تقصدين اسطر علي اسطر عليك؟ ترى انا حكي عين الحقيقه سوالفي. اي ادري اصلا انت الحقيقه كلها الواقفه يم الموتر. تدري سلوى؟ تدري الفرق بين الواقع والحقيقه شنو؟ لا ما ادري. تدري سلوى ولا ما ادري؟ ما ادري. والله انا هم ما ادري. وايد بايخ وماسخ حساب عندك ضيوف مهمين محافظ واولادها ادري شفتها بعد اذا شفتها لما تسال شو السالفه والله علمي علمك فعلا ما ادري بس حسب الظاهر جايين ينفذون وصية ابو حافظ المرحوم. يا وصية؟ راح ادري. اقول لك طارق. انا مو خيتك. اي والنعم. عندي شغلة وياك مهمة جدا، بس انت ما تكظ لسانك، انا ما اقدر اسولف لك شيء. اني؟ اي. بابا انا قلبي صندوق. انت انا طارق فشقه يعني حلق سولفي ما عليك شنو هو؟ تقول لي شنو هي سالفه زاير مهيوب وخوب صلاح شنو سالفتهم؟ هاي بس ساعتين قلنا تقول لحد وهاي شوفي ابو مهيوب هو اللي قتل اخوه ابو صلاح هاي الخبر مؤكد ابو حافظ شنو ارتباطه بهاي السالفه؟ شنو السر اللي بين ابو حافظ وزاير مهيوب؟ وزاير مهيوب ليش قتل اخوه ابو صلاح؟ المره ليش قرقت روحها؟ البيت وين صارت؟ ادري يا وخذاها هاي السوالف كلها والسؤالات كلها انا اريد جواب من عندك انت ادري على كيفك على كيفك واحده واحده قولي السؤالات صدق انا طارق فشقه بس هاي السؤالات يردنها الصاروخ الله يحفظهن يا خيتي Yes, I know.
صباح صباح. هاي عم انت هنا؟ سامحيني ما انتبهت لك. انا سامح. ادري وين تفكرين، ادري وين كنتي. عم ما شفتيها بنوته شحلاتها كانت قاعده على هاي المرياحه ولعبها كانت تضحك لي وصح لي ماما ماما. أنا أنت أدري أدري أنا متأكدة راح تلعبين بنتك لو ابنك على هالمريوحة. لا عمة عفية أنا أحب ابنية يصير عندي. ماكو فرق بيناتهم، اثنينهم رحمة من رب العالمين، بس البت بعزتها غير شي. بس يعني عمة أنا ما طلبت شي من رب العالمين إني صعب، بس طلبت أصير أم مثل باقي الأمهات. الله قادر على كل شيء، حتما حكمة من رب العالمين. عين انت يعني عم انا ظل بحسرة كلمة اليمة، يعني ما اكون اسمع طفلي سهلة يمة. خلي اقول لك انا صباح، انت هم مثل بنيتي يمة. الله يخليك. ايش قد قعدت تبكين؟ ايش قد قعدت تندعين؟ ايش قد تحبين يصير عندك خلفه؟ نفس الاحساس اكو اطفال عندهم اللي ما شايفين محبه من الام والاب. يعني عمه قصدك اروح انا وانور نروح اني بنا يعني بيتي وولد؟ ما اقدر. ايه ليش لا؟ عمه عندي سؤال، ليش هاي الفتره كلها تدرين المشكله من عندي بس ما تزوجين انور زواج ثاني وما تبين طار هاي السالفة؟ ليش؟ مو مهم المشكلة من صوبنا، المهم انتم بحبكم وتفاهمكم تعالجون هالموضوع. عمة شكد انت حنينة. بيدك بيد ولينا ان شاء الله يصير خير ان شاء الله. ام جليل. نعم. انا تعي قاعدة. شكرا من اليوم وايد تعبتي. سامحينا ترى. هذا الحكي شنو؟ الله يسعدك ام جليل. العافية. الله يسعدك ام جليل. ماما عديد. صح. صبر يا شبابي. انت مش مقطوعة؟ انت صبر. اقول ماما انت قاعد شو تسوي؟ صار لك ساعة بالموبايل، عيونك راحة. هو بخلي على صبعه وتعال تعال تعال عمو تعال. تعال عمة لا تتدلل، تعال تعشى. أقلكم إن شاء الله لو باكر ضلينا كلنا عادلين. أريدكم كلكم هنا. لا حد يطلع برا. شنو يمه قائد المعسكري؟ ما حد غير أمي يستاهل القيادة. تستاهل تستاهل. اخذي لي شفيد ولا ما باشر الوعده محامي منير يجي هنا. انا حكيت وياه الوعده انتم ما تحكون خاطر نطلع منير من الحبس. والله ما ادري يما، منير سوالفه وايده كل يوم طالع عليه قضيه وملف واحنا ما بدينا شيء. مو هيك يا اخي انور، الوالده عندها حق، ما يصير هيك نقعد واحد يعاين للثاني ونحط ايد على ايد، لابد ان نسوي شيء لمنير. يعني انا اقول يا استاذ حافظ المفروض انت تدري بمنير وسوالفه وتتصرف قبل هذا، مو تاني امي تقول لك لو انا ايم بصفحه الدنيا.
العفو استاذ انور، انا بناي مأدي واجبي وعارف شغلي، مو لازم واحد يعلمني على شغلي، وما قصرت بحق منير ودائما اتابع شغله، مو بس منير بحق كل واحد من عندكم. اي زين الحمد لله، اذا باكر يحلها المحامي طبعا تابع المشكله وحلها انت. ترى لا تنسون منير اخوكم. قبل لا انا اقول لكم كنت تقولي حال وتطلعونا من السجن. يوسف اذا من صدق كان عنده اخوان ما ظل بالبير. بس خلوها سكته. والله سهام حبيبتي سامحيني، اخطاء منير ما تربط بخوانه، يعني هو قبل لا يسوي هاي الاخطاء كان شاف خوانه كان خايرهم، ما يصير هيجي. عيني صباح، ترى انا ما رايده شيء منكم والحمد لله، امر كله ما ماده ايدي قدام احد. عيني شو تحشين؟ ادري هسه انا دبيت عليك نار. طبعا ما تدرين قاعده شو تقولين، لان ما تمزمزين الحكي قبل لا تفكين حلقك. صهام انا وايد يعني متحملتك، انت دائما تحكين بطرف لسانك وما حد يلق لك، كله تتفنين على هذا وعلى ذاك. انا دا احكي ويا ولادي ما انا وياكم. ليش كل حكيكم بنقر؟ ليش واحد يتحسد على الثاني؟ ليش واحد يحكي ورا الثاني؟ احنا فرد عائله، عندنا شأن يم الناس، الناس كلهم يحترمونا، انتم اولاد كبار. يمه اش مالكم؟ اش صاير بيكم؟ اي واحد غير منير كان انا نفس هذا الحكي كان حجيته، ما يفرق كلكم عزاز عندي. يا جماعه ترى احنا على مائده الزاد، شويه احترموا الصفره. يمه ارجوك لا تاذين روحك، ان شاء الله راح تحتل المشاكل وكل شيء يتعدى على خير. ان شاء الله ما دام الوكيل باكري وانت راح تحل المشكله، طبعا راح تتابع الموضوع. يا ريت احد من الصديق فكر المنير ويشوف لحاله، بس هاي الدنيا من يفكر بنفسه. يما ما شاء الله خوش عندك ولد زين وخير ويفكر بالكل. طبعا امي حنونه وتحبنا كلنا، بس انا اكثر تحبني. يما من ايدك الطيبه الحنونه فرد عصير من هذا الاشياء. صبي لي صبي حبيبتي، صب عصير لانوار. انت ما تشتهين اما صب لك. الله يا ربي. طيب انوار انت ليش دائما هيك تحنيني؟ يعني ان من يعني انا شو مسوي وياك؟ على كيفك على كيفك. اصلا اطلع صباح قاعدة تعالي. صباح. الام ما تخلي فرق بين اولادها، تحبهم كلهم وتريد مصلحتهم. انتم خمسه وانا قلبي لخاطركم خمسه وصل. ما تدرون ظلمي بقلب الشمس لحد فيكم، ما عندكم قلب ام. انتم قلبها وروحها، هسه خلي تصيرون 20 مو خمسه. محافظ الله يخليها لكم. اي صحيح الخلفة عزيزه. صحيح صباح دائما يقول ماكو عزم الخلف. ويا انور شو لك بهالحكي؟ صباح تخيل بختها شنعتها ولاد حتى عتها احساس الام؟ من تعرف احساس الام؟ اخويا انور لا تأذي نفسك، انا كانت صديقتي 12 سنه ما تصير عندها خلفه، بس هسه الله رزقهم وصار عندهم اطفال. الله كريم. ان شاء الله ان شاء الله الله ينطيكم اللي تريدونه. انور حبيبي انا اذا ما احكي مو معناته ما اتابع امور منير. انا منير ماني ناسي، لكن متاني اجراءات الوكيل خاطر ينطينا خبر. وما دي احنا ضيوف وقاعدين على المائده،
هذا المناقر شنه؟ مو وقته. عيب. ما قصرت، ما خلت شيء، ما حكيت. امر انا ما عندي خلفه، ما منتب قدكم انتم. كل ساعه ما عندكم خلفه، ما عندكم خلفه، ما عندكم خلفه. خويا انور ترى انا ما قصدتها، ما انا وياك. ما خليتي شيء بعدي، ما قصرتي. المصمو بالرحمن؟ عمومي قالت شكل ما بيك في خاطر بساعة تكبر. يا عمو والدتك زين تقول. عمو خوك أكل؟ هل قاعد أكل عمو؟ أنت أكل ما عليك، إيش بقى؟ لا تقرق وايد خوك. بس يا ريت أرجع وأكون بعمرك. ليش عمو؟ لأن عالم الطفولة وايد أحلى وأحسن بهذا العالم اللي أنا موجود به هسه. بس انا احب اكبر صير ان كابتن مال سفينه. انت ما احب انا احول بشر. ان شاء الله عمو، ان شاء الله توصل هدفك، هدفك حلو مثلك. بس لازم تهتم بدراستك. انا مجليل سامحنا اليوم وايد تعبناك، اشكرك ممنون. هاي الحكي شنو محافظ؟ ما سويت شيء، هذا هو الواجب عليه. لا لا لا، ما هي وظيفتك، لطف منك، ابرينا الذمة. در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی، هتل بزرگ اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران های سنتی و ایرانی روباز، باشگاه ورزشی و بدنسازی و سیستم اسپا می باشد. هتل بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در انواع اتاقهای دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای رسالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر مستقیم می شود و در آستانه بهره برداری می باشد. هتل 5 ستاره بزرگ اهوازیان. تأذين نفسك اصلا. مثل ما تسوين اي شيء بجانك محفوظ وبقلب عمتي ومحافظ. انا مديونتها يعني. ما نسيت كل شيء سويته لي. ولو كان معطينا حظ بعض الناس تبعت ما رضى شيء. شكرا، صفا دام. ماكو شغل، عشرة. ترى زعلان من حكايتك ها؟ وما بيه. ابوي كل عمره تعب خاطر يشوف هذا لم الشمل. كانت امنيته يشوفنا مجتمعين على فرق السفره. النوب انت ليش حكيش كله باز وكناوه؟ وانت بيا حال؟ مو زوجك بالسجن؟ هسه كون نفكر نشوف شلون نحل المشكله. كافي عاد. شو يربط اصلا؟ يعني بهالبيت كل من يزعل ويتأذى لازم يذبونه براسه سهم؟ ماكو غير سهم؟ الله اكبر. نوب ما ترد. ام جليل سامحيني. لا ماكو شيء، ما صار شيء. هو جليل هيك ما ياكل وايد. الف عافيه عليكم وعلى الاكل. انا اروح يم جليل. معذره. بالعافيه. هذا حكيكم ما يخلص انتم؟ ما تستحون؟ ما تقولون عندنا خطار؟ كل من ما يقدر يستحمل وما يحترم الخطار
خل يطلع وبعد لا يرجع. ما احترمت الزاد، ما احترمت الخطار، ما احترمتوني أنا. يما جليل ليش ما كملت العشاء؟ أكليت بعد يما. وأدري ليش طلعت برا يما؟ صاير شيء؟ يما أنت ما تدرين ليش؟ ما شفتي هالمرة شلون تحكي؟ كل شيء طلع من حلك هي حكت، ليش؟ شنو غير ان احنا نسمع هذا الحكي؟ يما بدوها اروح لك، اعطيها الحق، المرة متأذية متعصبة لين ريلها مسجون. يما ان شاء الله يطلع من السجن، بس احنا شنو ذنبنا بهاي السالفة؟ أصلا أنا ما قلت لك ما هي اللزوم تجين هنا، ما قلت لك لا تشتغلين عندهم، بس مع الأسف ما خذيت احد شيء. خوش بعد سد هذا الموضوع خوش، ام حافظ قاعد تجي زحمه بعد ما هي المرض الله بيها ما تدري ايش تسوي. ان شاء الله. وتكسر خاطرها، فدوا روحنا ثم عيني. جليل يمه، عيني لا عيني براحتك، ارجوك اتمنى. اتمنى. روح يمه جليل شوي منك خل ام حافظ تقعد. اشكرك من عيني. جليل يمه سامحني على الصار. لا خاله ما صار شيء. لا محافظ لا تأذين روحك، هو جليل متعود بعد العشاء يتمشى على المثل هم يقولون تعشى وتمشى ما صار شيء. شنو هذا الحكي من جليل؟ شنو هذا الحكي؟ ما حد مرخوص يأذي خطاري أنا، حتى لو عدوهم هسه هنا كان مو أنتم بعد على العين والرأس مكانكم. تسلم عينك حبيبتي. لو كان أبو حافظ كان عدل ما حد يتجرع يحكي على حكايتي أنا، بس مع الأسف شبيدي الله هو الغادر. خلاص سامحيني أنا والله ما كان قصدي أزيدك أذية، بس أنا تدرين أمي وايد حساس عليها وما أقدر أشوف أنها وهي مكسور خاطرها. يعني أمي الله يخليها إلك، الله يخليها، الله ينطيها العافية والسلامة، هيك يا ربت مثلك حنون خلوق طيب، الله يخليكم إن شاء الله. من فضلك هذا يا محافظ، أشكرك عيني. يوم كان هو حافظ عدل، الله يرحمه ويرحم والديكم، شان كل واحد من عندهم زرع نخلة، كان يحكي النخل. كان كل وقت يجي هنا ويحكي ويا النخل. يصير مرات اقول ما عندي وقت، هسه بعد كم يوم نروح؟ يقول لا لازم هسه نروح، انا بدي احكي ويا ولادي. مره من المرات قلت خلني اشوف بدون ما هو يدري، امشي وراه اشوف شو يقول ويا النخل، شو يحكي. وقف ما ادري هسه من ناد تشوفونها يعني هذيك النخله، نخله حافظ. وقف جاب لها ومطعم. قال حافظ طيبه ان شاء الله حليم يكبر مثلك ويصير طيب وخير. ان شاء الله. ذيك هاي النخله اللي منا هاي نخله انور. وقف جاب لها يا ابن الما عنده وفا، ما يوم صار مريت على ابوك، اما انا كل وقت كنت امران عليك. اوت ما ادري ديش نخله سراج ديش منك؟ إيه يقول سراج يبا صدق من تهنا، اما مشتاقه اشوفك ان شاء الله كل مكان اللي هسه انت بيه ان شاء الله بالصحة والسلامة والوناسة. عيني هاي هاي النخلة اللي منها هاي نخلة منها انا قلها ابن الطاغي نور عيني الله يرحمه ويسكن روحه بالجنة. الله يسلمك، الله يرحم والديك.
أقول خالة وهالة وين؟ قصدي يعني نخلة هالة وين؟ بيتشن نخلة حالة كان أقلها بيتي ونور بيتي الله يرحمك وبحافظ شيء من إنسان نبيل كان هم عنده شعور وهم عنده إحساس الله يرحمه الله يرحم والدي الله يسلم أم جليل هاي مو أريد منك ذاك الشاي الحلو تسوونه بديك الثانية يلا على أمرك الله يطول عمرك يلا يلا تفضل يا أنت بعدك من أنت مرتاح ها؟ لا خال لا الجو شوي هنا حلو أحب شوي أشم هواء بساعة على هان ثاني إن شاء الله امسحي حروف الالم واكتب امل وامسحي دموع الحزن من الشمل امسحي حروف الالم واكتب امل وامسحي
در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی هتل بزرگ اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران های سنتی و ایرانی روباز، باشگاه ورزشی و بدنسازی و سیستم اسپا می باشد. هتل بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در انواع اتاق های دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای سالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر مستقیم می شود و در آستانه بهره برداری می باشد. هتل 5 ستاره بزرگ اهوازیان. در یک پروژه سینمایی فرایندها هدایت می شود. اوست که در مورد جنبه های زیبا شناسانه تر تصمیم می گیرد. همچنین مسیر کلی هدف بصری پروژه را تعیین می کند و بیشترین مسئولیت را در قبال تصویر و صدای فیلم و اثر را بر عهده می گیرد. به هر حال باید گفت که فرد عمر گرانمایه خود را در آن صرف کرده باشد. سینما می نویسم، کارگردانی می کنم. سابقه خوب بازیگری کرده بودم، بعد الان کارگردانی و تهیه کننده تمام کارهای خودم هم خودم هستم. کارهایی که انجام دادم تماما تا الانی که انجام دادم بازتاب خوبی بوده، یعنی کسی هنوز به من مثلا بفر انتقادی یا چیزی در رابطه با کارم، در رابطه با کاری که انجام دادم نکرده و بیشترم عرض کردم خدمتتون بیرون از دسپول کار کردم. نه کمک میکنن نه وام ما میدن که شروع کنم. سینما رو شخصیت همه، بالاخره هر که به خودش برداشتی از سینما داره. اون تو برای خود من که من علاقه و عشقم به سینما بوده و هست، خوبه. من فکر میکنم من یه مدتی که کار نمیکنم مریضم. باید کار کنم. باید